صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الآية الكريمة تضمنت مشهد من مشاهد الموقف الذي حصل بين آدم في أول الخلقة على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وبين إبليس، وانحسم الجدال من قبل الله تبارك وتعالى. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هناك ملاحظات نقرأها من خلال الآية الكريمة. الملاحظة الأولى إن الله تبارك وتعالى يقول قال اهبطوا. الهبوط إما أن يكون معنوي أو مادي. الملاحظة الأولى أن الإنسان يفترض به إذا تعرض إلى انتكاسة أو هزيمة أو نوع من التلكؤ أو خسارة على المستوى المادي أو المعنوي، شو تريد تسميها سميها، يظهر أنه عليه أن يراجع نفسه، لأن هذا ممكن أن يكون في مجال التأديب. لأن الله تبارك وتعالى، نحن نؤمن تماما بأن الساحة الإلهية خالية من الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وإنما كل ما يحصل للإنسان، كل ما يحصل للبشرية بالتأكيد بما كسبت أيديهم. فإذا عندما يتعرض الإنسان إلى انكسار أو هزيمة أو خسارة مادية أو معنوية، عليه أن يراجع نفسه كي يتدارك، كي يصلح وضعه، كما حصل خير دليل ليونس ابن متي من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يونس عندما تدارك أمره وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، تبادر لديني أن الله تبارك وتعالى لن يقتر عليه رزقه، فحصل الذي حصل وساهم في السفينة وكان من المدحضين والتقمه الحوت، لكن راجع نفسه بسرعة لتلك الخطيئة التي تجوز على الأنبياء، لأننا نقول بعصمة الأنبياء، لكن هناك يسموه باب ترك الأولى، كما حصل لآدم حصل ليونس. فعندما تدارك نفسه وقال بها القول المبارك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله تبارك وتعالى أنقذه. لما رجع إلى الله، الله استجاب له. والملاحظ شوف، استجاب له من وراء ثلاث ظلمات: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. من ثلاث ظلمات: يا نور المستوحشين في الظلم. الله تبارك وتعالى سمع من وأنقذه. ولو لم يذكر هذه التسبيحة، ولو لم يتدارك أمره بهذا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة يبقى في بطن الحوت، كما عبر القرآن الكريم عن ذلك. إذن الإنسان عليه أن يراجع نفسه،
الإمام موسى ابن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد منه، وإن عمل سوءا استغفر الله تبارك وتعالى وتاب منه إليه. إذن على الإنسان أن يراجع نفسه، لأن هناك بعض الذنوب تترتب عليها آثار وضعية في دار الدنيا، تصير عليها إجراءات تأديبية، كما حصل لو تقرأ في تاريخ صدر الرسالة الإسلامية في معركة أحد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشه كان متمكن، عندهم قابلية، قدراتهم كانت أكثر من قدراتهم في بدر، يعني في بدر كانوا يعتمدون على العصي على جريد النخل، لكن تطورت القابليات في معركة أحد وتوفرت عندهم مستلزمات المعركة. لكن عندما حصلت المواجهة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرد مجموعة كم نفر في سفح الجبل خوفا من الالتفاف، وهذه المسألة بمتناول أفكاركم بلا إطالة، لكن مجرد شاهد زبدة الموضوع بهذا الحال، الجراء التأديبي الذي حصل. انكسر جيش المشركين واندفع المسلمون خلفهم، والنصر والغلبة تحقق للمسلمين بادئ الأمر. هذول بمجرد أن شافوا هذه الغلبة وهذه النصرة انسحبوا من سفح الجبل طمعا بالغنائم، طبعا بفتات الدنيا، فبمجرد مخالفة بسيطة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجى الإجراء التأديبي، وإذا بالدائرة تدور عليهم، ينهزم المسلمون ويقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب، وكان ذاك اليوم في المدينة النوائح والبواكي والشهداء وغير. هذا الإجراء التأديبي: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إجراء تأديبي صدر على هؤلاء لأنهم والأمة المشكلة دفعت الثمن، حتى بقية الجيش المندفع المخلص المقاتل شمله الضرر بسبب هذه المخالفة من قبل هؤلاء النفر الموجودين بسفح الجبل. وكذلك نفس الحال إلى يومنا هذا، يعني إذا قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة واحدة، عندما احتضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يدلي بوصيته للأمة، تلك الوصية التي لا تنص لا على ذهب ولا على فضة، وإنما لتجنب الأمة من الانحراف، لتحمي الأمة من الضلال، وكل الأمم تعرضت إلى ضلال بعد غيبة نبيها، كل أمة تعرضت لضلال بعد غيب. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمي أمته من هذا الانحراف، وقال: ائتوني بكتف ودوات إلى آخره، لن تضلوا بعدي أبدا ما إن تمسكتم به. خولف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عليه قوله، وبالتالي قالوا: حسبنا كتاب الله، وحيل ما بينه وبين كتابة الوصية. شكثر دفعت الأمة ثمن نتيجة هذه المخالفة، إلى يومنا هذا ما سفك دم ولا هتك عرض ولا سلب مال إلا بسبب هذه المخالفة التي صدرت عندما احتضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمة ما راجعت نفسها وعرفت نفسها أنها خالفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمرت المخالفة، واستمر التشابك المعقد، واستمر الانحراف، واستمر التناحر والتفرقة وسفك الدماء إلى يومنا هذا، وافترقت الأمة كما هو الحال إلى 73 فرقة إن لم يكن أكثر. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه إذا تعرض إلى نكسة أو امتحان أو ابتلاء، أن يراجع نفسه ماذا فعل، كي يتدارك، كي يصلح كما صلح وضعه يونس نبي الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. هذه ظاهرة ملاحظة. الملاحظة الثانية: قال اهبطوا، كأنما نحن نعلم تماما أن باب التوبة مفتوح، مفتوح. يعني الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول: إن الله يحب التوابين، ومجال التوبة ومساحة التوبة لا يتسع المجال لذكرها، بحيث يصل الحال أن بعض الأنبياء يخاطب
بشر المذنبين وأنذر الصديقين. مثل اللي صارت بها غرابة الوضع، كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال بلى، بشر المذنبين بالتوبة وأنذر الصديقين من العجب. يصير عنده نوع من الغرور، نوع من الكبرياء، هو اللي حصل أصل المشكلة، أس المشكلة ما بين آدم وإبليس، هو جزء من المشكلة، هذا الجزء اللي هو الغرور، لأنه إبليس عبد الله تبارك وتعالى 6000 سنة، يقال أن سنة كاملة منها كان ساجدا على باب الجنة، وآدم مخلوق جديد لم يعرف عنه شيء، وأمرت الملائكة بالسجود لآدم، فأخذه الكبر، أخذه الحسد لآدم، أخذه الغرور بنفسه، معتد بنفسه 6000 سنة، يسمى طاووس الملائكة، هذا الغرور أحبط عنده عمل 6000 سنة، وبالتالي حتى آدم صلوات الله وسلامه عليه هم أيضا بدافع الحرص. إذا تتأمل كل الأحداث اللي تحصل للإنسان كلها بسبب خطايا، كلها بسبب ذنوب، آدم أيضا دفعه الحرص، الله تبارك وتعالى أباح له الجنة برمتها، لكن شيء مشروط واحد، ولا تقرب هذه الشجرة، خوف خلت روح، اجى الشيطان وسوس له، أقسم له بأنه لو من الناصحين، أن هذه شجرة الخلد، هذه شجرة ملك لا يبلى، إلى أن أقنعه بأن يتناول منها، وحصل الذي حصل. فالمهم الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة، ومنقول له بشر المذنبين وأنذر الصديقين، أنذر الصديقين من الغرور والعجب، وبشر المذنبين بالتوبة، بحيث اثنين ممكن اثنين، واحد يدخلون إلى المسجد، واحد من المذنبين، مذنب يعني ما مخلي ذنب ما مرتكبه، واحد من الصديقين يدخلون إلى المسجد، يطلعون بالعكس، الصديق مذنب والمذنب صديق، لأن المذنب عندما يدخل إلى بيت الله تبارك وتعالى يشعر بألم، يشعر بخجل، يشعر بحياء من الله، قد تنزل منه دمعة، يتوجه إلى الله بالدعاء بالتوبة، يخلص بالتوبة، الله تبارك وتعالى يتقبل منه، من دنا مني شبرا دنوت إليه ميل. بينما الصديق قد يدخل إلى المسجد مغرور بأنه ضامن الجنة بما قدم من عمل، بما أسلف من عمل، الله تبارك وتعالى يحبط ذلك العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك هنا عندما نلاحظ أن الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة للناس، ليش؟ لأنه الأسمى محصورة، أسمى للأنبياء، للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، أكو بعض الأشخاص يدورون في فلك الأسمى لكنهم خارج دائرة الأسمى الواجبة، شخصيات معروفة مثل أبي الفضل العباس، مثل الحوراء زينب، يعني تريد تحسبهم بعدد الأصابع، أما باقي الناس يجوز عليهم الخطأ من قريب ومن بعيد. الله تبارك وتعالى يعرف عباده، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعرف أن الإنسان يقع تحت ضغط الغريزة، ضغط الأنانية، حب الذات، حب الشهرة، المواريث الاجتماعية المقيتة، الشيطان، كثير من الجبهات مفتوحة على الإنسان قد يرتكب من خلالها ذنب. الله تبارك وتعالى فتح له باب التوبة، لكن هنا ملاحظة يظهر أن مع قبول التوبة أن الذنب القديم تبقى له آثار. يعني شلون؟ بس احنا ندري أن من تاب من ذنبه كمن لا ذنب عليه، يعني يرجع كيوم ولدته أمه، بس طبعا بيش مو كفى بالندم مجرد توبة، وإنما كفى بالندم توبة، لا يعني توبة أنك ترجع حقوق الناس، تؤدي الواجبات المترتبة بذمتك لله تبارك وتعالى، يعني التوبة بشروطها بضوابطها المعروفة. إذن الله تبارك وتعالى إذا طبق الإنسان أبواب التوبة كما ينبغي رجع كيوم ولدته أمه ما عنده مشكلة، لكن هنا يظهر أنها يترتب عليها أثر الذنوب السابقة. يعني بالضبط إذا قربها بمثل تقريبي، شلون الله يحميكم من الأوبئة، شلون الجدري، الجدري من يصيب الإنسان بس ممكن الإنسان يشفى من عنده، يشفى من عنده لكن تبقى آثاره بالجلد،
يعني تبقى تشوف وجهه أكو بي وخز، أكو بي حفر، أكو بي شيء. من تسأله يقول لك قبل 20-30 سنة أنا أصبت بالجدري وهاي من آثاره. هو راح انتهى موضوعه بس آثاره موجودة. ولذلك تشوف آدم سلام الله عليه عندما ارتكب تلك الخطيئة التي قلنا هي من الخطايا التي تجوز على الأنبياء، عندما ارتكب تلك الخطيئة تاب الله تبارك وتعالى عليه، لكن الهبوط شمله، قال اهبطوا، لأن ترتب عليها أثر حتى مع قبولهم. بس يعني أفرض مثلا، نحن نعلم تمام أن الإسلام يجب ما قبله، يعني إنسان بالجاهلية هو يعمل ما يعمل، لكن عندما يدخل الإسلام كيوم ولدته أمه يبدأ حسابه من تلك اللحظة. ولذلك قيل أن الإسلام يجب ما قبله. لكن خلينا نضرب مثلا، اثنين صحابة في أكيد عصر الجاهلية، يعني بالعصر الجاهلي اللي قبل النبي صلى الله عليه وآله، خوش يسموه، يسموه العصر الجاهلي. أكو اثنين عايشين بهذا العصر، واثنينهم إجوا أسلموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلنوا إيمانهم. وخلينا نفترض جدلا أنهم أصلحوا حالهم، يعني اثنينهم بنفس المقدار من الصلاح والاستقامة والتمسك بدين الله تبارك وتعالى. لكن عندما ترجع إلى أولياتهم في بداية حياتهم، واحد من عندهم عندما كان في الجاهلية كان شأن المجتمع الجاهلي، يأكل الميتة، يشرب الخمر، يقذف المحصنات، يأكل مال اليتيم، يئد البنات، يعني سلوكيات الجاهلية التي نبذها القرآن الكريم كلها كان مطبقها. هو الإسلام يقول الإسلام يجب ما قبله، لكنه هذا مرتكب هذه الذنوب. الشخص الآخر كان حتى في الجاهلية مثلا عندما يسأل يقول والله ما كذبت قط لأني علمت أن الكذب يذهب المروءة، والله ما شربت الخمر قط لأني علمت إن شربتها طار عقلي، والله ما زنيت قط لأني خفت أن أفعل فيفعل بي، والله أنا ما سجدت لصنم قط. 360 صنم بعدد أيام السنة معلقة بالكعبة، يجي واحد يقول لك أنا بالأيام الجاهلية الناس تجد للأصنام وتقرب لها القرابين، ولكني لم أسجد لصنم قط لأني علمت أنه لا يضر ولا ينفع. طيب دول اثنينهم دخلوا الإسلام والإسلام يجب ما قبله، لكن تبقى ميزة، يفترض أن يبقى هذا المتمسك بالمبادئ بالحسن والقبح قبل الإسلام يتميز على ذلك الذي كان منغمسا في ممارسات الجاهلية وأنقذه الله تبارك وتعالى بالإسلام عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المفهوم اللي تشير للآية الكريمة مع إبراهيم على نبينا وعلى آله وآله وعليه السلام، عندما يقول القرآن الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يعني عندما ابتلي إبراهيم ونجح بتلك الابتلاءات اجت الفيوضات الإلهية وأصبح إمام. إبراهيم سأل ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. يعني هذول اللي عندهم أوليات بالجاهلية بعبادة الأصنام، بقذف المحصنات، بأكل الميتة، بأكل أموال الأيتام، بكل سلوكيات الجاهلية، نعم لما دخل إلى الإسلام هو الإسلام جب ما قبله، لكن لا ينبغي أن يكون قائدا على الأمة، لأنه سبق منه الظلم ولا يمكن أن يقود، وإنما يكون هناك الأفضل وتقديم المفضول على الأفضل جناية بحق الأمة. فلذلك نلاحظ الملاحظة الثانية، قال اهبطوا، سواء آدم تاب وقبل الله تبارك وتعالى توبته، لكنه المشكلة شمله الهبوط، إذن يبقى درجة أقل ممن لم يرتكب ذنبا ولا جناية طيلة حياته ولم يرتكب خطيئة. الملاحظة الثالثة، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو،
يظهر أن مسألة الخطيئة عندما تحصل يدفع حتى الأبناء ضريبة تلك الخطيئة، يعني ضريبة الخطيئة كون تدفع، يعني هذا ترتيب أثر وضعي، يعني إحنا ما نتكلم عن العقوبة الإلهية في الآخرة، بس هذا تاب انتهى الموضوع ما إلي شيء، لكنه الخطيئة عندما يرتكبها الإنسان يدفعون ضريبتها أحيانا حتى الذرية. مثلا الآن تسمع بالأحاديث تقول اليمين الكاذبة تدعو الديار بلاقع، لقمة الحرام تؤثر بالذرية، تنعكس سلبا على الذرية، ولذلك انت هسه تشوف من تجي للذرية تجي ذرية تشوفها اكو احيانا ذرية بعضها من بعض، جين وراثي يشتغل هنا معالم نبول هنا مناطق خسة، يعني من أمية وهاشم ثم الى عبد المطلب الى حرب، من ابي طالب وابو سفيان صخر بن حرب الى علي بن ابي طالب ومعاوية الى يزيد ابن معاوية قبالة الحسين سلام الله عليه. كل هذه العوامل تشوفها العوامل الأسرية تتلخص في تلك الشخصية، لازم ينعكس الجين الوراثي يشتغل ويدفع الأبناء غب ما فعله الآباء. الملاحظة الثالثة تقرأها من الآية الكريمة، الآية تقول ولكم مستقر ومتاع. طيب مستقر استقرار ومتاع، لكن شنو دائم لو إلى حين؟ مؤقت. يعني الملاحظة الرابعة اللي تقرأ منها أن حياتنا في دار الدنيا حياة زائلة مؤقتة. أمير المؤمنين سلام الله عليه فرد يوم من الأيام إلى كلمة معروفة يقول والله لقد رقعت بدراعتي حتى استحييت من راقعها، وقال لي قائل ألا تنبذها عنك؟ فقلت أعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى. عند الصباح يحمد القوم السرى يعني كل العملية سفرة. شلون السفرة؟ من سافر يومين ثلاث أربع أسبوع عشرة أيام، عندما تنتهي السفرة تقعد أنت وأصحابك تتذاكرون شنو الحسن بيه شنو السيء بيه، تتذافروا ذكرياتها فقط، لم يبقى منها إلا الذكريات. فرد يوم شرى له ثوب سلام الله عليه، من لبس الثوب المؤرخين يقولون كانت الردن مالته طويلة الأكمام طوال، فقال للخياط سيدي دعني أقص شوي هذا طول بينا صنعهن، قال لا اتركه الأمر أسرع من ذلك، أصلا ما يستوجب يا الدنيا، إنما الدنيا عوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. فالقرآن الكريم يقول لكم فيها مستقر ومتاع إلى حين، ترى المسألة وقتية فقط، فما ينبغي بالإنسان على المسألة الوقتية أن يبيع الآخرة. أنت عندك مسيرة تكاملية، بعد هذا العالم تذهب إلى عالم البرزخ ومن ورائهم برزخ، بعد البرزخ وراك بعث ونشور ومحكمة العدل الإلهية. لا ينبغي للإنسان أن يبيع كل هذه العوامل والطريقة التكاملية برمتها كما باعها عمر بن سعد مثلا، كما باعها عمرو بن العاص. عمرو بن العاص هو نفسه بقصيدة الجلجلية المعروفة يقول أين ترى من الثريا وأين معاوية بن علي، لكن لما استدعى معاوية بن أبي سفيان لنصرته على أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لي أريد ولاية مصر وأريد الخراج بمصر، ما طالبني اللي طلب باهظ كثير، قال لا مو طلب باهظ، هذا طلب سهل، أنا بايع لك ديني، أنا أقاتل الحق، عنصر الحق يكون جبهة الحق كلها متمثلة بعلي بن أبي طالب، وأنا جاي أنصرك أنصر الباطل على الحق، أنا بايع ديني، يعني ديني ما يسوى ولاية مصر. وفعلا يروى عنه يقول لما بلغته الحياة بلغته الوفاة، يعني في انتهت حياته في لحظات الاحتضار، يقول إجا واحد عنده ولعله ابن عباس كما في بعض الأقوال، يقول قال له ابن عباس قال له يا عامر أنا سمعت منك تقول أتمنى أن أجد رجل محتضر بلحظات الموت لكنه لبيب عاقل، وأسأله ماذا يرى شو يشوف، فأنت الآن العاقل اللبيب فعلا هو من دعاة العرب مو سهل، وأنت الآن محتضر فأخبرني ماذا ترى، والله سولف لي شنو الأجواء اللي تشوفها. يقول قال له والله يا ابن عباس كأن السماء منطبقة على الأرض وأنا بينهما وأشم الهواء من خرم إبرة.
هذا اللي يقول عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي مع لطافة مزاجه مع علو مقامه ما بين فترة وأخرى يسمع من يقول اللهم هون علينا سكرات الموت، فما رأيك بالعصاة بالخارجين عن القانون الإلهي؟ بالتالي أنه يقول متى إلى حين، وفعلا لما تتلفت إلى وراء وتشوف الطواغيت والفراعنة والشيء موت، دخل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم على المتوكل العباسي وكان في مجلس خمر وقال شاركنا كذا، قال ما خامر لحمي ودمي منذ خلقت، معروف الحادثة، لكنه أصر علي أن يسمعه شعرا فأسمعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه تلك القصيدة الرائعة، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم إلى حفر، يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا، أين الأسرة والتيجان إلى آخر القصيدة، طويلة ورائعة جدا، فيها موعظة فيها عظة فيها عبرة. ويقال أنه في يوم من الأيام سيل في اليمن كشف عن مدينة قديمة بالية ودخلوا إليها ووجدوا هذه القصيدة مكتوبة بماء الذهب في تلك القرية البالية. فالشاهد أن القرآن الكريم يقول متى إلى حين، فلا يبغي أن يبيع الإنسان الآخرة الدائم بالفاني. بعد هذه الملاحظات نستنتج أن الآية الكريمة عندما تقول قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أن الدنيا دار تزاحم وليست دار تراحم، تزاحم ما بين جبهة الحق وجبهة الباطل، معركة قائمة منذ وضع آدم قدمه على الأرض وإلى يومنا هذا، مرة تشوف أن الباطل ينتصر والحق يعيش بالتقية المكثفة، مر الحق يتنفس الصعداء ويبدي يأثر، لكن المهم المعركة قائمة على طول الخط. يعني تستطيع أن تقول أن الصراع بين الباطل الحق والباطل هو صراع أزلي. هسه قد يجي واحد يقول هذا الصراع أولا إلى بعد خيارات أخرى، نقول لا، إما أن تكون مع الحق أو تكون مع الباطل. هذه النظرية الباطلة اللي يقول الأكل مع معاوية أجسم والصلاة خلف علي أتام والوقوف على التل أسلم، أنا أكل مع معاوية لأنه أكل دسمة، أو أصلي مع علي بن أبي طالب لأن صلاة مخلصة وخالصة ومقبولة، لكن إذا صار ما بينهم صراع أنا أقف على التل، ماكو هيك كلام، السكوت على الباطل باطل، إما أن تكون شمراً أو تكون الحسين، ماكو خيارات أخرى ما بين الحق والباطل، جبهتين متصارعتين على طول الخط وصراعهم أزلي، إما أن ينتصر الحق وإما ينتصر. طبعاً انتصار الباطل دائماً مرحلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالشاهد قد يجي واحد يقول هذا الصراع بين الحق والباطل، ليش ما نقعد بينهم ونصفي الوضع ما بينهم ويصير التصفية ونتفاهم، يعني خلينا نقول نقعد نسوي تسوية، ولادي التسوية ما تصير. ليش ما تصير التسوية؟ لأنه دائما التسوية تتطلب تنازلات، يعني أنا واحد أطلب مال مبلغ من المال يرفض ويماطل وينفي وما يعطيني، أقعد وياه للتفاوض، ممكن أقبل بثلاثة أرباع المال أتنازل عن ربع، ممكن أتنازل عن نصف. الحق لا يقبل التجزئة، إما أن يطبق الحق وإما أن يكون الباطل هو المستشري، ماكو حق في يوم من الأيام يقبل تجزئة. ولذلك تشوف أصحاب النبل وأصحاب هذه المواقف دائما ماديا يخسرون. شون يعني؟ لما ولي الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الخلافة، كان معاوية ابن أبي سفيان واليا على الشام، والمشكلة أن الشام الشاميين كانوا في تلك الأيام أطوع لمعاوية من علي عليه السلام، لسبب، لأنه بلاد الشام كانت تحت حكم الرومان، لما فتحت بلاد الشام
دخلوا الإسلام أول من وليهم هو يزيد بن أبي سفيان. لما مات يزيد بن أبي سفيان عمر بن الخطاب ولى عليهم معاوية أخاه ابن أبي سفيان، فبقي واليا عليهم 20 عام، ثم حكمهم خليفة بعد ما تمرد على الشرعية 20 عام، يعني 40 سنة حكمهم معاوية، و10 سنين أو أكثر أخو يزيد بن أبي سفيان. إذن فهموا الدين الأموي، ما فهموا الدين المحمدي، الإسلام المحمدي ما كان واضح ومعروف بالشام، ولذلك كانوا يستغربون أن عليا كان يصلي، شو يسوي رايح للمحراب وانقتل بالمحراب، أو ليس علي لا يصلي؟ لأنهم فاهمين الإسلام الأموي، ورباهم معاوية على بغض علي والانتقاص من علي وعلى شتم علي على المنابر، وبقت هذه التربية متأثرة تغلي في نفوسهم حقدا على علي بن أبي طالب سلام الله يعني. هسه أنا بعد خو ما نقدر نتحاكم مع التاريخ، وإلا التاريخ يراد لأن تنصب له محكمة. يعني واحد يتساءل أنه الصحابة وين أكابر الصحابة؟ تفتح بلاد الشام وبلاد حديثة العهد بالإسلام، يعني وين كبار الصحابة والأساتذة سلمان المحمدي وأبو ذر الغفاري وجابر بن عبد الله الأنصاري وحذيفة بن اليمان وأمثالهم؟ يعني يزيد بن أبي سفيان شنو تاريخه؟ رجال أسلم بفتح مكة، سأل يكون أسلم فهو فتح مكة، وعندما دخل الإسلام فتح مكة هو أو أبوه أبو سفيان وأخو معاوية وأم هند، هذه الأسرة ما أعتقد دخل الإسلام إلى قلوبهم، وإنما الإسلام نطقوه بألسنتهم كي يحقنوا دماءهم ويحفظوا أموالهم. اليوم عايشين أصلا من أجل رأس المال، ولما جيء بهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ترون إني فاعل بكم يا بني أمية؟ قالوا أخ كريم افعل ما يفعله الكرام. قال أقول ما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. طيب أنت من اختاريته والي على الشام، ما هي المميزات؟ ما هي المؤهلات؟ مو شخصية القائد، يفترض أن يكون الرسول ممثل للمرسل، وأنت يعني المهم. فشاهد تربية الشاميين كانت بهذا الشكل. لما ولي الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه الخلافة دخل عليه المغيرة بن شعبة، قال له يا أمير المؤمنين أنا عندي فرد مقترح، هذا المقترح أنك تبقي معاوية على ولايتي بالشام، هذا نفعي وانتهازي، وإذا أزلت اليوم والخلافة بعدي ركيكة ما مترسخة تماما، ممكن أن يتمرد وأهل الشام أطوع إليه منك، لأنهم متربين على تربيته وعلى أخلاقه وعلى عاداته وعلى، فأنت لو تبقي فترة إلى أن تترسخ الدولة ودولة تنشط تكتب كتاب علي تعزله، إذا تمرد بيك تقدر إمكانية عندك تواجه. هي فكرة بمنظور السياسة صحيحة، بالمنظور السياسي حقيقة، لكن على مستوى القيم والمبادئ لا يمكن. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، يعني أنت مو جايني بشيء غريب عن ذهني أو مو متناول فكري. المغيرة ابن شعبة من دهاة العرب، ودخل هم نفع انتهازي وصولي، يريد يتقرب من الإمام، وهذه دولة جديدة ويصير قريب ويحصل إمرة، ولعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول له اذهب أنت للشام. مش كان يتصور أنه ممكن أن يدخل إلى عقل علي بن أبي طالب سلام الله عليه كما دخل على عقل عمر بن الخطاب وولاه على الكوفة عندما قال أخرج لهم أنت القوي الفاسق أو القوي الفاجر عفوا. فالشاهد عندما دخل على الإمام ونصحه بإبقاء معاوية قال الإمام لا، هذا ينافي المبادئ ينافي القيم، ليلة واحدة ما يبات معاوية على ولاية الشام، كل ذنب يرتكبه معاوية أنا أسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عنه، فكيف يجوز لي أن أبقي معاوية وأقره ومعاوية كل أخطاء أصدر عزله؟ وفعلا معاوية تمرد بالنتيجة تمرد، لكن ما يقدر، ماكو مساومة ما بين الحق والباطل، مثل ما قلت لك ممكن أن نقعد نسوي هدنة نسولف تصير تنازلات، ما يقبل الحق تنازلات مع جبهة الباطل،
هو هذا اللي يتعرض له الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه نفسه. الإمام الحسين عندما مات معاوية بن أبي سفيان في شهر رجب من سنة 60 للهجرة، ويزيد بن أبي سفيان ولي الخلافة ووجه بكتابة إلى المدينة لأخذ البيعة من الحسين وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الرحمن بن أبي بكر، فلان فلان الموجودين أكابر المدينة، وفي مقدمتهم المولى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بس قد أكو الضغط صار على الحسين أن يقبل ببيعة يزيد، والضغط يجوا بطريقة الناصح المشفق مثلا، عبد الله بن عمر، لما لا تدخل في بيعة بني عمك؟ إنهم لا يريدون بك إلا خيرا، ما عندهم مشكلة وياك. وفعلا الإمام الحسين سلام الله عليه لو وضع يده بيد يزيد بالتأكيد أن حياته تكون أكثر استقرار. منو راح يجعجع به؟ منو راح يطلع من مصر إلى مصر؟ منو راح يحاصره؟ من يمنع عنه الماء؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويحتل مركز في نفوس الناس، وبعدين يصير علاقته بالدولة متينة وينتهي كل المشاكل تنتهي. لكن هل يتناسب مع مبادئ الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ هل يناسب هذا الموقف أن الحسين يضع هذا اللي قلنا أن الصراع ما بين الحق والباطل صراع أزلي، يعني الدنيا دار تزاحم وليست دار تراحم. عندما قال الله تبارك من تلك اللحظة اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعد ماكو أي انسجام ولا تجانس ما بينكم ما يحصل، وإنما الصراع قائم أزلي، إما تكون الغلبة للحق وإما تكون الغلبة للباطل. يجي يتوسل بي ادخل في بيعة بني عمك، احقن دمك، احفظ وضعك. يلتفت إليه الإمام الحسين سلام الله عليه يقول له إن من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. بس هذا ما أدري افتهم ما افتهم، ما أعرف يعني، هذا لأنه هو هذا اللي يطلب من الحسين سلام الله عليه بيعة يزيد. هو ما بايع أمير المؤمنين سلام الله عليه بخلافته، ما بايع علي بن أبي طالب، ويدرون بي كلهم ما بايع علي بن أبي طالب. واللطيفة أنه لما اجت البيعة صارت الخلافة وصلت إلى عبد الملك بن مروان، فيوم من الأيام الحجاج بالمدينة ويأخذ البيعة من الناس، ودخل علي عبد الله بن عمر، كان الحجاج عقبيدة بريدة أو شيء يقول عنه، وكان مستلقي وما درجليه شفت قاعدة مومه، فدخل عليه رحب بياس. المفروض هذا شخصية من كبار الصحابة، ابن عمر بن الخطاب شيء، ما دار لبال الحجاج. فهو التفت للحجاج قال يا أمير أرجو أن تأخذ مني البيعة، لأنه أنا البارحة كنت قلق المضجع عرق العين حتى الصباح. الحجاج كان قبلها بيوم أصدر حكم الإعدام على رجل، والرجل لازال معلق بالباب. شوف النكتة وين، بعد الجثة معلقة. فعبد الله ابن عمر قال له أنا كنت قلق المضجع عرق العين، وقال ليش؟ قال لي أنه البارحة أنا ما بايعت الخليفة عبد الملك بن مروان، ومن مات وليس في عنقه بيع لإمام زمانه مات ميتة جاهلية. ضحك الحجاج قال ذني علي ما يمشي، انت ما جابك هذا الحديث، انت جابتك هاي الجثة اللي معليك خاف علقك بمكانه، وإلا انت لو جايبك الحديث انت 4 سنين ونص ما بايعت علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ما خفت أن تموت وليس في عنقك بيعة؟ هي هاي الحياة يعني. المهم عبد الله بن عمر كان ينصح الحسين سلام الله عليه بطريقة الناصح المشفق، يقول له ادخل في بيعة يزيد. يرد عليه الإمام قد افتهمه ما افتهمه ما أعرف، أن سيهدى رأسي لبغي من بغايا بني أمية بشرط أن لا أبايع، أنا ما ممكن أن أضع يدي بيد يزيد. مروان بن الحكم يأتي للحسين سلام الله عليه أيضا بطريقة الناصح المشفق، ادخل في بيعة بني عمك لا يروك إلا خير. يلتفت إليه يقول له من هوان الدنيا على الله، من هوان الدنيا على الله، إذ قد بليت وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. كان الرد بهالشكل، ماكو تجانس، ماكو انسجام، ماكو هدنة، ماكو توافقات ولا تنازلات بين جبهتي
الحق والباطل، لأنه هذا جبهة الحق ممثلة بأبي عبد الله الحسين، جبهة الباطل ممثلة بيزيد ابن معاوية. يعني اختزل كل صراع الأنبياء من آدم إلى أن وصلت لها النقطة، احتدم الصراع بأبشع صورة. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. اختزل كل صراع الأنبياء مع الباطل، اختزله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه واحتدم الصراع. ولذلك لما تشوف المقارنة اللي صنعها الإمام الحسين عندما وصل كتاب يزيد إلى المدينة، إلى الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان اللي كان والي المدينة وهو ابن عم يزيد ابن معاوية، بعث إليه إلى الإمام الحسين سلام الله عليه ليلا وأبلغه بموت معاوية وطلب منه البيعة ليزيد. حتى صراحة الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له: إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، هذه مواصفاتنا، ويزيد رجل شارب خامر، فاسق، فاجر، يلاعب القرود، والنتيجة مثلي لا يبايع. وما قال له أنا مثلي، يعني أي نبي من الأنبياء اللي أنا أحمل رسالتهم وأمثل امتدادهم الطبيعي لا يمكن أن يضعوا أيديهم بأيدي الطواغيت. مو بس أنا، مثلي لا يبايع مثله. مسألة صراع أزلي. وفعلا عندما تأتي منا من جانب الحسين سلام الله عليه ماكو مقارنة ولاكو مقايسة. المشكلة أن هناك من يقول أن الحسين سلام الله عليه قتل بسيف جده لأنه خرج على الشرعية. أي شرعية؟ الحسين سلام الله عليه ولو من هوان الدنيا على الله أن يصار إلى مقايسة ما بين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الحسين بآية التطهير، والحسين بآية المودة، والحسين بآية المباهلة، والحسين بآية القربة، والحسين بآية بسورة هل أتى كاملة، والحسين بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. ويزيد من الجانب الثاني يمثل الخسة والانحراف والفجور تتوقع التبزور الإمام الحسين عليه السلام شو تقول له؟ تقول له: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، أنك سلالة من أنبياء إلى أوصياء إلى أن وصل الحال إليك. وهذا دعاء عرفة يشير لجزء من هذا المضمون الذي قرأه الحسين سلام الله عليهم عرفة. بينما عندما تنظر تطل بالنظر على أسرة يزيد ابن معاوية من أمية وانت نازل، هم يطلعوها الآن يحطوا للمؤرخين من يحشون مثالب الأمويين وانحرافات الأمويين يعبرون العبارة: إنهم بيت عهر وفجور. يعني بيت معروف عنه، سنترفع عن ذكر بعض الأمور التي يذكرها المؤرخين يذكرها المؤرخون عن وضع البيت وانحرافاته وعوائلهم ووضعهم. خلنا نكتفي بهذا، إنه بيت عهر وفجور. ولذلك أنا سأضرب لك مثل لتقريب الفكرة. العرب حتى في زمن الجاهلية، لأن عندهم عزة وعندهم فرد نوع من خلينا نسميها يعني ما أعرف القبلية أو شيء، قبيلة بني عبس، قبيلة عبس عندهم عنترة ابن شداد يمتلك كل مقومات الرجولة، كل مقومات الرجولة يمتلكها عنترة، لكن مشكلته أنه كان أسود. تعرف هذه المشكلة التي حالت ما بينه وبين أن يسجل ضمن أفراد القبيلة، ضمن الرعاة والمماليك والخدم والعبيد محسوب لأنه أسود، وكل مقومات الرجولة عنده. بينما بني أمية جابوا زياد سجلوا وياهم، هذولاك كانوا عندهم من العار أن يسجلون هذا الأسود معهم،
وإن يكون هي عقلية قبلية يعني متخلفة، لكن عندهم فرد من الاعتداد بنفسهم. بني أمية، زياد ابن سمية ابن عبيد من ثقيف بالطائف، بالحياة المعروفة بتاريخه، شلون علاقة أبو سفيان مع أمي علاقة غير شريفة، وهي على ذمة رجل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكنهم ألحقوا زياد وصدروا له جنسية أنه ابن أبي سفيان. ليش؟ لأن النجس لا يتنجس. سيدا يجابوا زياد وياهم شو يصير يعني؟ هي أسرة نجسة، هي أسرة عهر وفجور، فما يضرها زياد إذا سجل أو ما سجل. بعدين الناس سمته زياد ابن أبي سفيان، أنت تدري الناس على دين ملوكهم. هذا واحد في يوم من الأيام بالبصرة قال، عندما كان زياد والي بالبصرة، كان بالبصرة وهو رجل أعمى لكنه سليط اللسان، وسمع جلبة وقعقعة لجم وصير خيل وشي، قال ما الخبر؟ قالوا له هذا الأمير زياد ابن أبي سفيان، هذا الركب ماله. قالوا لك يا أبو سفيان هذا ابن عبيد بالطائف أم سمية كذا شيء تاريخه يعني أنه. فوصل الخبر لزياد، قالوا لا سووا له شيء، هذا مبلغ ما وصلوا لي إياه، بس أعطوه إياه بالليل، بس مبلغ دسم مضبوط، وشوفوا بكرة براح أمر أنا بالله اسمعوا شو يقول. ثاني يوم فعلا وصل المبلغ بالليل، ثاني يوم مر الركب كالمعتاد، قالوا شنو هاي الجلبة؟ قالوا هذا الأمير زياد فايت منا. يقول أخذ الرجل يبكي، قالوا ما يبكي؟ قال والله عندما مر شممت رائحة أخي أبي سفيان بي. سبحان الله، لأن الدينارين سوون رائحة أبو سفيان وعلى الأساس. فإذا الصراع بهذا الشكل، اختزل في يوم عاشوراء بين جبهتي الحق وجبهة الباطل، جبهة الحق الممثلة بأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وجبهة الباطل الممثلة بيزيد، جبهة الباطل، جبهة الطغيان، جبهة الشرك، جبهة الكفر، بحيث ماكو اشكال ولا أدنى شك من كفر يزيد لعنه الله، عندما يقول لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نائب الغراب، فقلت نح أو لا تنح، فلقد أقضيت من النبي ديوني. يعني يطلب النبي طلابه، يعني طلابته ويا من؟ طلابته مع السماء، مع الله تبارك وتعالى. ولذلك خير شاهد ودليل، عندما تشوف الآن تقول وين راحت الأمة؟ ليش نصرة الحسين أنصار الحسين فقط 70؟ احنا مو قلنا اختزل رسالات الأنبياء، خلص هو هذا ديد الأنبياء، وهاي القوانين الإلهية وهذه السنن الكونية، قليل من عبادي الشكور أكثرهم للحق كارهون. يعني تتوقع نوح صلوات الله وسلامه عليه 950 سنة نوح بالرسالة يبلغ، 950 عام يعني ألف إلا 50 سنة هو بالرسالة يبلغ، بالنتيجة 80 واحد ركبوا السفينة، ولا عم الأغلب من الأمة راحت كلها إلى الكفر للإلحاد، شينا شينا ابن ساوي إلى جبل يعصموني. موسى ابن عمران سلام الله عليه، موسى ابن عمران 70 لما راح للميقات، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، 70 فقط. صالح أصحاب 70. عيسى ابن مريم، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريين 12. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تعد أصحاب المخلصين الذين على نهج رسول الله لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يصعدوا على أكتاف آل محمد، هم محسوبين بالأصابع كم واحد؟ أنت مو تأخذ يعني برأي الأكثرية وأنه أغلب المدينة أو كل المدينة كانت من الصحابة لأنه صلى مع النبي أو سمع حديثه أو جلس معه ولو سويعات يعتبر صحابي؟ لا لا، صحابي اللي ماشي على طريق الصحبة السليمة النظيفة من أمثال أبي ذر وعمار والمقداد وسلمان المحمدي وجابر بن عبد الله الأنصاري حذيفة بن اليمان، دول أكابر الصحابة، وإذا دول إذا تريد تغربلهم ما يطلعون بعدد الأصابع. تصور إبراهيم الخليل بطل التوحيد ما آمن له إلا لوط اللي يكون ابن خالته. ولذلك الإمام الحسين مو قلنا إحنا على ديدن الأنبياء؟ على ديدن الأنبياء شكدر أصحابه وما أصحابه 70،
هسه قد يزيدون يكثرون شوي شيء ما أعرف، يختلفون المؤرخين بأعدادهم، هذول اللي آمنوا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه، والباقي الناس الأعم الأغلب أكثرهم للحق كارهون، كانوا يردون على الإمام الحسين سلام الله عليه: لا نفهم ما تقول، أو تنزل على حكم الأمير عبيد الله ابن زياد. يعني حكم الأمير عبيد الله ابن زياد بديل لأبي عبد الله مثلا، يقرن بالحسين عليه السلام، يقرن بكل ما للحسين من ثقل رسالي وعلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يمكن أن يؤخذ ويقارن بهذا؟ لكن الأمة وصلت إلى سبات وعاشت حالة من الشلل النفسي، وانحرفت انحراف معقد، وأخذت تغرد خارج السر، وبقي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لم يحصل على الأنصار إلا هذا النزر اليسير اللي يعبر عنه صلوات الله وسلامه عليه: ألا وأني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. قلة العدد وخذلان الناصر الأسرة يعبر عنها، ولذلك يرجع آخر شيء بعد ما أبيدت هذه الأسرة يريد من يقدم له جواده فلم يجد. تستقبل الحوراء زينب سلام الله عليها، يحمل كل هذا الثقل الاستراتيجي، كل هذه العلاقة بالله تبارك وتعالى، يمثل كل رسالات الأنبياء، يصيح: ألا من ناصر ينصرنا، ألا من ذاهب يدب عنا، ماكو أحد يجيب يمن يسرى. وإذا بالحوراء زينب سلام الله عليها بيدها العنان وبالأخرى الشكيمة، وهي تقول: أخي أخي ما أجلدني وما أقسى قلبي، أرأيت أختا تقدم لأخيها فرس المنية؟ قال زينب: تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. أدقل أخوي الله عينك ما لك معين، أو قومك على الغبر مطاعين، أنا منين أجي بالمرتضى منين، عن كرب الأبو يا غبت وين، أبويا تدري الأمي عليك كودي أن يطلبون ثار بدور، وحنين بويا فزعة وفرد فزعة على حسين، بويا خذوا ثارهم خذوا ثارهم واحد بسبعين. ثم تلفتت يمنة يسرى فلم تجد مجيبا لنداءها ولا سامعا لاستغاثتها. أنا الجايطة أنا الجايطة واندب صوتي، سمعوني ويقضون أخوتي، يا ريت قبل حسين موتي، ولشوف العدة نبي بيوتي. يا قلب زينب كم قاسيت من محن، يا الله. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بالحسين الوجيه، فرج عنا يا الله، آمنا في أطفالنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير، احفظ وأيد وسدد علمانا، انصر من نصر الدين. اللهم احينا على ما أحيت عليه علي بن أبي طالب، وأمتنا على ما أمت عليه علي بن أبي طالب،
المؤسسون لهذا المأتم تقبل اللهم عملهم بأحسن قبول واجعله ذخرا لهم يوم القيامة. وإلى أماتي وأمات الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة مسبوقا بثواب الصلاة على محمد وآل محمد.